أهلا بكم من جديد. ظهر في فيديو هندي يتكلم اللغة العربية الفصحى شاكيا كيف يخالف أبناء تلك اللغة قواعدها خلال أحاديثهم، معتبرا ذلك إثما كبيرا، وانتشر له هذا المقطع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأتت معظم تعليقات المغردين مشددة على أهمية الفصحى وجماليات اللغة العربية، لافتين إلى ضرورة أن تلعب مؤسسات المجتمع والأسرة دورا في ترسيخ تلك اللغة في نفوس الأجيال الناشئة. فعندما أرى مجموعة من التربويين والمعلمين الذين يعلمون موادهم مثل التاريخ والجغرافيا والتربية الدينية، وإذا كان هناك فلسفة إلى آخره، يعلمون باللغة العربية ويقبلون على هذه المسألة إقبال مدفوع بالانتماء والولاء لهذا الوطن الذي يتأسس على اللغة العربية، هذا شيء مفرح، وهذه بادرة أمل، لأننا نقول ينبغي أن يكون كل معلم معلما للغة العربية. هذا ما أود أن أقول. الاحترام هو لفظ في أصله يعود إلى الحرم، فمن تحترمه تجعله في حرم آمن لا يصل إليه أي شيء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والتقدير أصله أنك تقدر ما تعطي للناس بحسب قربهم أو بعدهم منك، أو إن شئنا قلنا إن الاحترام منصرف إلى أمر معنوي، والتقدير منصرف إلى أمر مادي. شيئا ما خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقصتي مع اللغة العربية بدأت قبل 4 سنوات تقريبا في الجامعة، وكما تتوقعون أنني وجدت صعوبة كبيرة جدا في البداية، حتى ظننت أنني لن أستطيع أن أتعلمها. فمرة كنت أجلس وحدي وأنا أحاول أن أتحدث مع نفسي باللغة العربية، الصورة فجأة بدأت تتغير أمامي. اللغة العربية بدت لي بصورة جسمانية لا تحيط بها الكلمات لوصف جمالها. أشارت بطرف عينها وابتسمت إلي. منذ ذلك اليوم بدأت أعشقها. ومن أنواع التدريبات نوع يدخل في الألعاب اللغوية، أو ما هو على شكل لعبة لغوية. والألعاب اللغوية الحقيقة تبعد التعليم عن الاصطناع، ويكون فيها نوع من التشويق، وهي صالحة للصغار والكبار، ولكنها مع الصغار أكثر مناسبة، وقد يتفاعلون معها كثيرا. أنا أقترح عدة ممارسات على أولياء الأمور عندما أجتمع معهم كي يرسخوا عادة المحادثة بالعربية الفصحى، أن يخصصوا على الأقل ساعة يومية ونص ساعة أثناء الطعام لا يتكلم فيها داخل البيت أحد إلا الفصحى، مهما أثار من الضحك والسخرية وما إلى ذلك، لأن بهذه الطريقة أنا أتقنتها ولا سبيل إليها غير ذلك. الممارسة 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 في كل مكان، في البيت، في المدرسة، في المسجد، في الجامعة، وحتى في الإعلام. الإعلام له دور كبير في هذا.